السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة رائع بامتياز، محتاج أذن، أذن تسمع وهنين تشوف وخيال يحلق بينا. هنسافر مع بعض كلنا دلوقتي في رحلة عبر التاريخ، هنتكلم فيها عن إيه؟ عن الموسيقى. إيه معانا النهاردة إن شاء الله في حلقة هذه الليلة؟ الفنان المطرب محمد شريف. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا محمد. الفنان المطرب محمد شريف، تخيل لو إحنا في آلة زمن، ركبنا آلة الزمن وتحركنا فيها وشفنا مصر من بعيد، الغنوة المصرية بداية مرسومة على المعابد، هنشوف على المعابد لوحات، لوحات فيها آلات موسيقية، هنشوف وهنسمع الكهنة في المعابد وهم بينشدوا الأغنية، أصلها في الأول فرعونية مصرية قديمة. آلهة الموسيقى اللي اهتم بيها الفراعنة، وزي حوت مثلا، وكل ده كله هنخش بيه من آلة الزمن، نتحرك بيه شوية بشوية لأول نقطة نتكلم فيها عن العصر الحديث. حضرتك لو بدأنا كده عن تطور الموسيقى في العصر الحديث بداية من محمد علي، حبيت أبدأ بس من أول مصر الفرعونية علشان نقول إن جذور الغنوة موجودة برضو في مصر. بداية عصر محمد علي وعصر النهضة، بدأت في الفترة دي كان التواشيح الآلاتية، العود، بدأ يحصل نوع من التطور في الغنوة المصرية، وكان الشيخ الذي طور في هذه الغنوة المصرية محمد، الشيخ محمد عبد الرحيم، اللي بلغ من عمره حوالي 130 سنة، وكان ليه تأثير كبير جدا في الغنوة المصرية. لو بدأنا بالدور، حضرتك تعرف لنا البداية ازاي؟ هو قبل ما هتكلم عن الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب أو تلميذيه محمد عثمان وعبد الحمود، نتكلم عن محمد علي بإيجاز بسيط جدا. أن بعد فترة الدولة الأيوبية أو الدولة المملوكية أو فترة الغزو العثماني، كان في نوع من أنواع ركود الفن وتراجع ازدهار الفن في العصر ده. ابتدى محمد علي يلقي بحجر في بحيرة راكده، يعني لما كلف سليمان الفرنساوي أنه هو يشكل الجيش المصري واستقدم موسيقيين من كل أوروبا وخاصة فرنسا علشان العزف، وابتدى يعمل مدارس لتعليم الموسيقات في أثر النبي، في القلعة، في غيرها. ابتدى يعطي مكانة للمطربين وللفنانين زي ساكنة هانم مثلا. يعني ابتدى يعمل حراك. نعدي بقى من عباس الأول، نعدي من سعيد، نوصل للخديوي وإسماعيل اللي احنا بنسميها عندنا مرحلة النهضة أو فترة النهضة. طبعا الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب يعني أضاف كتير في أنه يدي الشكل المصري للأغنية المصرية، وإن كان اللي بذل مجهود أكتر من الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب محمد عثمان. محمد عثمان إحنا بنقول أن في مرحلتين بالنسبة للأغنية المصرية، المرحلة التأسيسية اللي هي المرحلة اللي اقتلعت، يعني استخلصت الأغنية المصرية من الأغنية التركية، يعني ابتدى يشيل بعض الآلات زي البوزوك، ابتدى أنه يدي الشكل المقامي، الشكل الإيقاعي، يعني ابتدى يدخل في البيئة المصرية أو البيئة الاستماعية أو التمازج المصري. ده محمد عثمان. وطبعا كان عبد الحمولي اللي هو يعني من أجمل أصوات مصر، لكن محمد عثمان كفكر هو عاش حوالي 54 سنة، قدم فيهم حوالي 45 دور. أشهر هذه الأدوار طبعا قد ما احبك زعلان منك، وكادني الهوى، ويا ما انت وحشني. نسمع علشان نلحق الوقت. كادني الهوى، كادني الهوى، وصبحت علي المس للناس في رود الحسن حبي قمر. الدور شكل معقد جدا للغناء، وشكل مركب بيتكون من مجموعه من الاغصان بيتوسطها جزئيه الاهات، ومحمد عثمان عمل جزئيه بقى الهانك والرنك، يعني هو يقول وهم يردوا عليه، هم يقولوا وهو يرد عليه، جو كده بقى
كان بيحتاج قوة تطريب عالية من حيث العفاءات، الركوزات، استلاف النفس، توزيع النفس. يعني اللي هو لك أن تتخيل أن الحمولي ومحمد عثمان لم يحصل بينهم مشكلة عشان تغيير بسيط جدا. الحكاية دي من أعز وأجمل الحكايات اللي بحب أقراها دايما، أن حصل شقاق بسيط كده أو اختلاف ما بين محمد عثمان وعبد الحمولي. راحوا بقى للشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب اللي هو في نقيب الوقت ده نقيب زي الأستاذ هاني شاكر دلوقتي كده طبعا بالضبط. فطبعا اقعد يا سي محمد، اقعد يا سي عبده، وحلو قوي يا سي محمد، دي جميله كده، بحس ان هي يعني كلاسيكيه حلوه. فبيقول له يا سي محمد انت دايما بتلحن لسي عبده وهو بيغني اغانيك، ايه اللي حصل بينكم؟ قال له ما انا كنت ملحن الدور الفلاني، طبعا انا مش متذكر دور ايه، ملحنه رست وهو قاله حجاز، يعني اختلاف تغير على حجاز ولا رست، تغير. يعني بياخدوا باله من ادق التفاصيل. طب لو جينا تخيلنا مثلا ان في الوقت الحاضر الاختلاف اللي ما بين الزمن اللي مر دوت، هرجع طبعا لسيد درويش، بس هنلاقي ان الفرق كانت في تكامل ما بين عناصر العمل الابداعي، يعني الشاعر، الملحن، الآلاتية، الجميع كله بيشتغل مع بعضه فترات طويلة ووقت طويل، ففي توحد وجداني. دلوقتي مع الإلكترونيات و و و كل واحد بيشتغل منفردا، فأصبح العمل ما بيظهرش بالشكل الوجداني العالي اللي بيمس القلوب. الفترة اللي ظهر فيها الأغنية بالشكل القوي ده، دي الفن من أجل الفن. بالضبط. يعني إيه الفن من أجل الفن؟ الشاعر بيكتب من أجل أن تغنى كلماته بكل حب، المطرب بيغني بكل ما أوتي من قوة ووجدان، الملحن بيلحن بكل ما أوتي من وجدان. ولذلك ما زالت أدوار محمد عثمان لحد النهاردة تعتبر بوابة العبور لمن أراد أن يغني. بالزبط. اللي ما غناش أدوار، اللي ما غناش الليل، اللي ما عداش على أدوار سيد درويش من بعد أدوار محمد عثمان، يبقى أنت غنيت إزاي؟ فاتوا كتير. لو عايزين نكمل رحلتنا وندخل بسرعة على بوابة سيد درويش. سيد درويش ده بقى يعني الجمال كله. ودي المرحلة التجديد في المرحلة الأخطر. المرحلة الأخطر اللي هي مرحلة إيه؟ مرحلة التعبيرية ومرحلة أن يدخل الفن كأداة للتعامل مع المجتمع وكل مجريات الحياة. كل مجريات الحياة. دايما بنقول إن سيد درويش لم يختبئ وراء الحب والغرام والهجر والخصام. فعلا. سيد درويش غنى بكل حاجة. وتفاعله مع كل شيء خلاه حتى يتفاعل مع قضايا الوطن، يقدم اللي هي المسرحيات الغنائية بتاعته بكل جمال. وبسبب سيد درويش هذا الرجل العظيم اللي هو رائد النهضة في الموسيقى المصرية، إذا كان محمد عثمان هو أبو الموسيقى المصرية فسيد درويش هو رائد النهضة. حقيقي. ابتدينا نشوف رعيل بيتألق في أنواع مختلفة من القوالب الغنائية. بمعنى إيه؟ شفنا محمد الأصابجي ملك المونولوج، شفنا زكريا أحمد ملك الطقطوقة، محمد عبد الوهاب رائد التجديد، هذا المتحرر بالتزام والملتزم بتحرر. أيوة. محمد عبد الوهاب العظيم. شفنا رياض الصنباطي ملك تلحين القصيدة، اللي هو كان يعني قدم أحسن ما عنده. وعلى فكرة سيد درويش عمل حاجة جميلة كمان، أول من أدخل المونولوج في الغناء المصري هو سيد درويش. والله تستاهلي قلبي. نسمع بقى. والله تستاهل يا قلبي، ليه تميل ما كنت خالي، انت اسباب كل كربي وانت اسباب ما جرالي، وسيني بعد ما انهدت امالي، اذا كان حظي نسيني مين اروح له حيواسي حالي. سيد درويش ايقونه للجمال والتجديد طبعا. ومن سيد درويش يعني كنت حابه نسمع حاجه كمان لسيد درويش قبل ما نكمل رحلتنا، نسمع حاجة كده لسيد درويش. وهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم علي، تلوم علي ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا،
أشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا. هنكمل رحلتنا ونروح نبص على سيد على محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب 1920. اه طبعا. محمد عبد الوهاب بيتعلم على آلة العود، بيدرس موسيقى، وبعد كده بيبتدي يبقى في نوع من التجديد، يبتدي يحصل امتزاج ما بين الموسيقى الشرقي والموسيقى الغربية، ونبتدي نشوف كده طقطوقة لعبد الوهاب أو أغنية لعبد الوهاب بتحمل هذا الطابع الغربي. محمد عبد الوهاب نقول له مثلا حاجة غربية. ندخل على التانجو بتاعه. أحب مهما أشوف منه ومهما الناس قالت عنه، أحب مهما أشوف منه ومهما الناس قالت عنه. آه 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 أنا أحبه. الحالة المزج اللي ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى العربية أعتقد أنها ما كانتش جديدة، يعني طبعاً. الفارابي في الفترة اللي العلوم الموسيقية اللي وصلها الفارابي لأوروبا كان لها جانب كبير جدا، وأعتقد أنها بضاعتنا وردت إلينا. لو حبينا ندخل لتأثير الموسيقى او يعني قد يراها الاخر يعني البعض ان هو تاثير الموسيقى العربيه بالموسيقى الغربيه، وان كنت ارى ان هي العكس تماما، ان الموسيقى الغربيه اخذت من الموسيقى العربيه الكثير، والموسيقى العربيه مساحتها واسعه جدا واستيعابها اعلى بكثير من الموسيقى الغربيه. لو حبينا نسمع المزجه الرائعه اللي انت ابدعت وتفردت فيها ما بين الموسيقى العربية الشرقية والموسيقى الغربية. طيب أشرحها الأول علشان السادة المشاهدين. تفضل. هو طبعا أنا مزجت ما بين خوليو إجلاسياس فولي فام آياتها النساء ومحمد فوز طير بينا يا قلبي. منطقية الموضوع أنا بأكد من خلال القناة الجميلة اللي أنا تشرفت بها النهاردة مع حضرتك ومع حلقتك الرائعة إن إحنا بنحترم ثلاث فئات: المرأة، المسن، الطفل. الثلاثة الأولى بالتقدير والأولى بالمحبة دايما، لأن هما الثلاثة اللي محتاجين الحنو والاهتمام والعطف والمحبة، والإنسان بيقدر إن هو يختبر سلامة عواطفه وسلامة أخلاقه وسلامة قناعاته بالتعامل مع الثلاثة دول بالذات. فأنا لقيت خوليو إجلاسياس بدمه الخفيف بإحساسه الجارف أيتها النساء أيتها الساحرات، إحنا بنفقد قوتنا أمام الجاذبية الجميلة بتاعتكم، إحنا 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 وبنعتقد إن إحنا فهمناكم، فتبصلنا كده بسخرية، لا لسه بدري عليكم، أنت عمر ما حد هيفهم المرأة أبدا، زي ما قال نزار قباني: بلغت ما بلغت ولكني ما زلت تلميذا في مدرستك يا سيدتي. فلقيت من زحمة الحسنوات دول طير بينا قلب ولا تقوليش. ابدأ عشان الوقت قدامنا سبع دقايق. نقول أغنية الميدل الفرنسي الأول. ده الفرنسي الأول. آه طبعا. تمام. يا
voler femme, voler charme, vos sourires, nos attirés, nos désarmes, vous des anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses et vos gens tournés, on vous aime sans dire vous les prouver. On sait quoi que fort en pense vous connaître. On vous dit toujours voir et bon peut-être. تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. الورد من يوم وحدتي خاصم حبايبه كله، خاف من نصيبي واسمتي لا يكون نصيبي زيه. دلوقتي حنروح له سوا ونصالحه عن النور والهوى، طايرين على جناح الهنا، انت الحبيب والروح انا. طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكه منين، ده حبيبي معايا رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. جدا جدا جدا. لما نكون جايبين قطعتين، قطعة بنبض الشرق وروعته مع فوزي، وقطعة أخرى غربية مع خوليو، والاتنين في حالتين من الجمال والتمازج وهذه الروعة يعني، فيبقى فعلا حاجة جميلة وفريدة جدا. انت تفردت انك تقدمها. خوليو يعتبر عبد الحليم فرنسا اصلا، عبد الحليم اسباني. لو احنا عايزين نخش بقى في حتة الموال، عايزين نوصل، هل ممكن الموال يتحرك بهذه الروعة من الموال اللي عندنا الشرقي العربي لموال ممكن يكون روسي؟ طب نخليها نقول الاول جزئيه اسباني، نقول اسباني، نقول الاسباني، نقول الاسباني، نكمل على نفس الاسباني، نكمل اسباني. una vez amé la vida solamente una vez y nada más solamente una vez en mi huerto brilló l'ombra il cammino e mi solida una vez nada más se entrega el alma con la dolce tutta
لان وقتنا خلاص كده اوشك على الانتهاء. في دقيقه عايزك تختم في دقيقه بحاجه، يعني نرجع تاني للشرقي، حاجه بتحبها، حاجه شرقي بصوتك. اه بصوتك على كده. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام، ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام، بايدي سلام وعيني سلام، بايدي سلام وعيني سلام، وقلبي سلام بعد